بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وأسراره وأنواره وبركاته في الدارين آمين، قال محمد فريد الدين. نفعنا الله بعلومه وعلومكم وبركاته وبركاتكم في الدارين آمين. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. يا سلام عليك يا مسلم، يا سلام، شوف حسن جمعه للطرق، حسن جمعه للطرق. نعم. عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله. أبو معاوية أبويا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية، أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، سر أبو معاوية ووكيع، وحدثنا قال حدثنا أبي وأبو ابن نمير اللي هو نمير، سار أبو معاوية ووكيع ونمير جميعا عن الأعمش، ساق الطريق ووقف ورجع من الأول، وساق الطريق ووقف ورجع من الأول، ثم قال جميعا عن الأعمش. نعم نعم سيدي. حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال وشق ودعا. وبه إليه قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وبه سبق بيانه في الأحاديث السابقة ما معنى أنا بريء وما معنى ليس منا، وأن العلماء وإن كان قالوا أن الأولى إبقاءها على ظاهرها وعدم بيانها وعدم بيانها لتبقى هيبتها وحرمتها حتى يكون فيها زاجر ويكون فيها تحذير كبير للناس وتخويف وتهويل، ولكن اتفقوا على أن المراد منها هو النهي والتبرؤ من نسبته إلى كمال الأمة لا إلى الأمة ذاتها، فليس المراد به نفيه أو قطعه عن الملة الإسلامية والحكم عليه بالكفر، فتدبر هذا كله سبب. ودعا بدعوى الجاهلية يعني بما تصيح وبما تنادي به الجاهلية من النياحة، لأن النياحة من صفات الجاهلية. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس، وقال في الحديث الصادقة والحالقة والشاقة بالصاد والسين يعني التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أيضا،
والشاقة التي تشق ثوبها، فهذه كلها كانوا تفعلها، كان يفعلونها الجاهلية، يضربون ويشقون الثياب ويحلقون الرؤوس ويصيحون وينوحون بدعوى الجاهلية. وهذا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد للأخلاق الإسلامية، وأن الواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بما كان عليه أهل الجاهلية من الصفات المذمومة القبيحة، سواء كان ذلك في الأخلاق أو كان ذلك في الاعتقادات، لأن الجاهلية كانت لهم أوصاف متعددة، منها أوصاف أخلاقية، منها أوصاف اعتقادية، فما كان من المعتقدات فيما كانوا عليه كمثلا دعاء غير الله أو اعتقاد أن هذا واسطة ينفعه دون الله سبحانه وتعالى وأنهم يعبدونهم ليقربونهم إلى الله زلفى، كل هذا من الأمور الاعتقادية المذمومة. وما كان من الأمور الاجتماعية كما هو معلوم عنهم من التبني ومن دعوى الجاهلية ومن النياحة ومن شق الثياب، وهذا أيضا من صفاتهم الأخلاقية، فكل ذلك أيضا من صفات الجاهلية، والوصف بها لا يعطي درجة الكفر، وإنما هو يعطي درجة التحذير، فالإنسان عليه أن يبتعد عن هذه الصفات وألا يتصف بها. لكن من اتصف بها لا يقال بحقه أنه كافر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض أمور وصفات أن الإنسان إذا تشبه بها وتخلق بها يكون منافقا، مع اتفاق العلماء رضي الله تعالى عنهم على أن ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الصفات ومن الأخلاق التي هي من صفات المنافقين لا يصير بها الإنسان منافقا، النفاق الذي يخرجه عن الملة، والذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز كما تقرؤون: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك اضطر العلماء إلى تقسيم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي، والمراد به إظهار الكفر الإيمان وإبطان الكفر، وهذا النفاق هو كفر بعينه، بل هو أشد من الكفر. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أول القرآن في سورة البقرة تكلم عن المؤمنين وتكلم عن الكافرين، ثم تكلم عن المنافقين بأكثر مما تكلم وأسهب في ذكرهم بأكثر مما ذكر من صفات المؤمنين والكافرين، لأن المؤمن الظاهر الإيمان أمره واضح، والكافر الظاهر الكفر أمره واضح، وبقي من هو متردد بين ذلك يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا أمره مشكل وخطره عظيم، لأنه يظهر غير ما يبطن. فلذلك كان الكلام عليه في القرآن في أول سورة البقرة كان طويلا، لأن إظهاره وكشفه مشكل، فلهذا تكلمت الآيات بإسهاب. هذا النفاق هو النفاق الذي أخبر عنه صراحة في القرآن في موضع آخر بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء كفار، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهم أشد خطرا من الكفار الذين يظهرون الكفر صراحة. ولكن هناك أخلاق للمنافقين أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بها كان منافقا، ومن اتصف بواحدة منها كانت فيه شعبة من شعب النفاق، كالكذب والزور والخيانة والفجور في الخصام وغير ذلك مما جاء في الأحاديث التي ذكرت هذه الصفات، من قوله: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فذكر أشياء كثيرة من في أربع، وفي حديث آخر زاد، وفي حديث آخر نقص عن هذه الأربع. والحاصل هذه الصفات أخلاقية أخبر أنها من صفات المنافقين، وأن من اجتمعنا فيه هذه الصفات يكون والعياذ بالله منافقا. لكن هذا النفاق الذي يصير به الإنسان منافقا بهذه الأخلاق ليس هو النفاق الذي يخرجه عن الملة، ليس هو النفاق الذي يخرجه عن الملة، بل هو أخلاق المنافقين، لأن هذا غير النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وإنما هذا من أخلاقهم. فإذا اجتمعت هذه الأربع الصفات جميعا
في مسلم لا يكون كافرا، ولا يخرج عن دائرة الإسلام، ولا يخرج عن الملة، وإنما يكون متشبه بأولئك. نعم هو مذموم وذمه قبيح وشنيع، ولا يحتاج الأمر إلى زيادة توضيح فيما يتعلق بذكرهم وفي بيان سوء أفعالهم، وإنما من تشبه بهم كان منهم والعياذ بالله. وكذلك ما يتعلق بدعوى الجاهلية كما جاء في هذه الأحاديث، فإن أمر الجاهلية أحيانا يكون يتعلق بالشرك والكفر والاعتقاد، وأحيانا يتعلق بالأخلاق. فمن أخلاق الجاهلية التي تعلمون والتي مر ذكرها في الأحاديث النياحة وشق الثوب والدعوة الثياب والدعوة بدعوة الجاهلية والحالقة التي تحلق شعرها والصالقة وغير ذلك من الأخلاق التي جاء ذكرها في الأحاديث. ودعوة الجاهلية أيضا تشمل صفات الجاهلية الاعتقادية كالذبح لغير الله والطواف بالأحجار والتمسح بها واعتقاد نفعها وضرها من دون الله واعتقاد الشريك لله وغير ذلك واعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى أو مع الله جل جلاله وعظم شانه واتخاذ السحر والكهانة واعتقاد النفع والضر في الأحجار أو في غير ذلك من الوسائط وسائل، كل هذا لا شك في كفر صاحبه وفي شركه. من أتى عرافا، من أتى كاهنا، من كذا من كذا، كل هذه جاءت وهذه من دعاويهم الباطلة الشركية. فهذه دعاوى الجاهلية تشترك فيها أمور كثيرة، منها مسائل تتعلق بالأخلاق ومنها مسائل تتعلق بالاعتقادات. لذلك جاء الإسلام في هذه المسألة محذرا بشكل مهيب، محذر بحيث يكون في زجر كبير، ليس منا، أنا بريء، بريئت، ليس منا، ليس على ملتنا. فالعلماء قالوا رضي الله تعالى عنهم الأولى عدم الدخول في تفنيدها وفي وصفها وفي فك ألفاظها، بل تبقى على حالتها حتى يكون الزجر أكبر ويكون الواعظ أعظم، فيكون فيه إذا فعلها الإنسان يقال له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الفعل، النبي بريء منك، النبي بريء من فعلك، الإسلام لا يقر ذلك، من فعل هذا ليس من المسلمين. ولا نقول له ليس منكم للمسلمين وليس منا، أي ليس منك، ليس على كمال الأخلاق الإسلامية، وأنا بريء يعني معناه إنني أنا أسجره وأحذره. تهون المصيبة والمعصية في عين الفاعل إذا علم المعنى اللغوي أو علم المعنى الشرعي المراد من قوله ليس منا وأنا بريء وهو ليس على ولايتنا ولا يدخل وليس على ذمتنا ولا ينسب إلينا وأنا بريء منه إلى غير تلك إلى آخر تلك الألفاظ الواردة في هذا المعنى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا بريء ممن حلق وخرق وفعل كذا وكذا. وهذه الأمور يا إخوان موجودة وقد رأيناها في كثير من البلاد، يحصل مثل هذا، يحصل مثل هذا، تنوح النائحة وفي نياحتها تتكلم بما لا ينبغي وتصيح وقد تسب وتشتم وقد تخرج إلى حد الكفر والعياذ بالله في اللفظ، وإن كانت النائحة هذه لا تعتقد، نحن نعلم أنها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن الألفاظ التي تخرج من أهل النياحة في كثير من البلاد التي رأيناهم فيها وسمعناهم تخرجهم إلى الشرك، تخرجهم إلى الشرك. لماذا فعلت كذا يا ربي؟ لماذا أخذت حبيبنا؟ ولماذا حرمتنا منه؟ وكيف كذا؟ وكيف تصنع كذا؟ ألفاظ شركية خبيثة، مع العلم أن النائحة التي تنوح بمثل هذا لا تعتقد في قلبها لأنها مسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذه الدعوة دعوة جاهلية. وكذلك يشقون الجيوب ويخرقون الثياب ويفعلون ما لا ينبغي مما هو ظاهر عند العوام والجهلة، كل هذا من الجهل. ما ينبغي الحكم على أصحابه بالشرك ولا إخراجهم عن الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريئ منهم، وإنما يحذرهم الإنسان ويخبرهم الواعظ المرشد بأن فعلهم هذا مخالف للدين وأن من فعله بريئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في الزجر للمسلم إذا قال له الواعظ أو المرشد هذا عملك يتبرأ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يقول الوالد لولده عند زجره يا إخواني ماذا يقول له؟ أنا بريء منك، أنت لست ولدي وأنا لست أبوك، أنا ماني أبوك، هكذا ينصحه مثل هذا. فلو كان قال له قائل إن قول أبيك لك
أنا لست بأبي لك وأنت لست بابني ولا أنت ولدي ولا أنت حبيبي، يعني إنه يهددك ويخوفك لكن هو يحبك ويجعل وأنت ولده شاء أم أبى، وهو أبوك شاء أم أبى، وأنت ولده شئت أم أبيت. إذا قال له مثل هذه تهون المعصية في عينه ويتجرع على المخالفة، ويعلم أن هذا الكلام لا تأثير له ولا فائدة منه، وإنما هو فقط لأجل التأديب، فيزداد عتوا ويزداد طغيانا ويزداد تجبرا. وإن كان بقيت المسألة على ما هي عليه من التحذير ومن التكبير والتهويل، كان هناك الزجر والتأديب. لذلك العلماء رضي الله عنهم أهل التربية وأهل الأدب قالوا إنه ينبغي للإنسان والواعظ والمرشد ألا يبين هذه الألفاظ، وأن يبقيها على ما هي عليه من التهويل والتخويف والتحذير. ليس منا، أنا بريء منه، فلان ليس على كذا، فلان لكذا، من جاء لا يدخل الجنة. كذلك إذا سأل العوام عن هذه الجملة نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل كذا لا يدخل الجنة، أن من فعل كذا فإنه هو يكون في النار وأنه من أهلها. فإذا جاءه المؤول وقال له معنى أنه يدخل الجنة لكن بعد ذلك قبل ذلك يعذب أو يوقف قليلا، وأن المقصود لا يدخل مع أول الداخلين وإنما يدخل بعد ذلك، تهون المعصية في عينه وتهون المسألة، لكن تبقى على ما هي عليه من التحذير والتهويل حتى يكون وقعها أكبر. قال ثم أفاق، أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة بصيحة شديدة، وهو الصوت مع البكاء الذي فيه الحنة والرنة. قال ثم أفاق، قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق، وحلق الشعر هذا مثلى ولا ينبغي، مع أنه في الحقيقة للرجال سنة في النسك، لكن قالوا في غير النسك إذا كان بأمر الحاكم قد يكون من باب العقاب حلق الشعر. وأما للمرأة فقد اتفقت كلمة العلماء من أهل الحديث وغيرهم على أن حلق الشعر من المرأة حرام وأنه لا يجوز، ونهى عنه المشرع الأعظم في أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث. فهذا حلقه يعتبر بدعوى من صفات الجاهلية الخبيثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. نعم زيد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا. وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان ابن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام أن مسلم ساق الحديث كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف في وسط الإسناد بلفظ حاء التي هي لفظ التحويل، معناه أن المتن متفق عليه بين هؤلاء الرواة، وإنما اختلفت الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه أنه ساق السند من أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق السند الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التحويل الذي هو حاء، دل على أن هذا الحديث روي بأسانيد متعددة ومتنه واحد. وأحيانا يصرح فيقول إذا كان هناك اختلاف في المتن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول وروى نحوه أو وذكر نحوه أو بنحوه، ومعنى ذلك أن هذا الحديث رواه هذا الراوي بهذا السند، لكن المتن فيه اختلاف وهو اختلاف قليل ليس بكثير، إما زيادة لفظ أو اختلاف في المعنى واختلاف في اللفظ بزيادة حرف أو نقص حرف، لكن يكون متابعا له فيكون بذلك الشكل متابعا. فإذا كانت الصورة متحدة، إذا كان اللفظ مختلف والمعنى واحد يقال له شاهد، يقال له شاهد. وأما إن كانت الألفاظ متحدة تمام الاتحاد فإنه يقول فيه مثله أو روى
مثله أو ذكر مثله أو بمثله، كل هذا سيأتي في صحيح مسلم. نعم. حاء. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريئا ولم يقل بريئا. وهذه مثل تلك، ليس منا وبريئا وأنا بريء، كل هذه الألفاظ تقدم بيانها. نعم. وحدثني شيبان بن فروحة وعبد الله فروح فروح وعبد الله بن محمد بن أسماء الدبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمونة حدثنا واسل الأحزاب عن أبي وائل أن هذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال هذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمامون. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير فقال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات. هذا الكلام سبق هذا الحديث سبق الكلام على لفظه في كتاب الإيمان، وهناك ذكرنا لا يدخل الجنة وأمثال هذه الألفاظ أنها لا بد فيها من التأويل، وأن هذا التأويل معلوم لطلبة العلم، وأما للعوام كما قلنا ينبغي أن يجري على ظاهره لتبقى هيبته في زجره ووعظه وتهويله. إذا علمت هذا فاعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، العلماء اتفقوا على أنه ليس على ظاهره بل لا بد فيه من التأويل، وهو هذا التأويل له أشكال متعددة، منها أن يكون لا يدخل حقيقة ولكن أراد بقوله نمام أي مستحل لذلك، لأن النميمة محرمة قطعا بالنص القطعي، فمن استحلها وجحد دليلها فكأنه جحد آية من القرآن، ومن جحد آية من القرآن هو ومن جحد القرآن سواء، يعني من غير تأويل. فإذلك لا يدخل أي دخولا حقيقيا، فهو ليس من أهلها ولا يدخل إليها أبدا إذا كان نماما مستحلا للنميمة، بمعنى أنه لا يرى تحريمها، ومعنى أنه لا يرى تحريمها أي يرفض الاعتقاد والإيمان بدليل التحريم، ومن رفض دليلا واحدا من الأدلة القطعية من غير تأويل سائغ أو شبهة فإنه يكون كافرا، لأن منكر الآية كمنكر الآيات كلها. وعلى هذا يتنزل كل ما جاء في هذا الباب من الأحاديث التي فيها النفي نفي دخول الجنة بأنه لا يدخلها إذا فعل تلك المعصية مستحلا بهذا المعنى، تدبر، مستحلا بهذا المعنى، هذا أحد أوجه التأويل. وجه آخر، لا يدخل الجنة قال العلماء أي دخولا أوليا مع السابقين، بل يؤخره الله سبحانه وتعالى عقابا له وتأخيرا، وهذا من الظالمين لأنفسهم. وقد مر علينا في القرآن في قول الله تعالى قريبا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مناسب للحديث، الآن شوف الآية مناسبة للحديث، وهو أن السابق سابق واللاحق كما جاء في الحديث قال سابقنا سابق ومقتصد وظالم لا لنفسه مغفور له. لكن متى تأتي هذه المغفرة؟ بعد أن يسبق السابقون ويلحق اللاحقون ثم يوقف هؤلاء ثم تتداركهم رحمة الله سبحانه وتعالى، إما بشفاعة الشافعين أو بمغفرة عامة لمن اصطفاهم الله تعالى لنفسه ليغفر لهم
إكراما لكلمة الشهادة لأنه قالها صادقا مخلصا بها، فإن من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه كان من أهل الجنة بلا إشكال وباتفاق أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يتأخرون ثم بعد ذلك تتداركهم هذه الرحمة فيبقى في قلبهم شيء من الانكسار، ولذلك هذا يستلزم أن يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لما حصل عندهم من الانكسار والحزن عن تأخرهم عن غيرهم. وهذا معنى الحديث هنا، لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا ويبقى متأخرا، وحينئذ يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه شيء كثير من الحزن والأسف والحسرة إذ لم يكن متسابقا مع السابقين ولا لاحقا مع اللاحقين ويبقى مع المتأخرين. ثم يحصل بعد ذلك هذا قال العلماء هو فيه كفاية من العذاب وكفاية من التأديب له هو مجرد التأخير. فكيف لو كان قيل لا يدخل الجنة دخولا أوليا ويتأخر، فكيف بمن قال ويعذب قليلا؟ يدخل الجنة ليعذب يطهر ثم يلحق، سواء قلنا لا يدخل الجنة دخولا أوليا وإنما يؤخره الله سبحانه وتعالى تأديبا له، أو لا يدخل الجنة دخولا أوليا ثم يعذبه الله تعالى فعلا جزاء لمعصيته، كل ذلك مآله إلى الجنة، فإنه لا يدخلها دخولا أوليا. لكن هل يلزم عند تأخره أن يعذب أو لا؟ إن ذلك ليس بلازم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا مجزم له ولا موجب عليه في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، يغفر ويعفو ويعاقب بفضله وعدله وإحسانه وكماله وجلاله، فإذا عذب فبعدله وإذا سامح فبفضله، فالعبد بين العدل والفضل لا إشكال في ذلك ولا ريب. فهنا قوله لا يدخل أي لا يدخل دخولا أوليا، لكن ما يلزم منه أن يعذب، إنما مجرد التأخير يحصل به العذاب، لأنهم بعد ذلك يفرحون عند حصول المغفرة ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، معناه وقع في قلوبهم حزن وهو كاف في تعذيبهم، وقد يضاعف عليهم ذلك بتطبيق شيء من العذاب. فقوله هنا لا يدخل لها تأويلات متعددة، ومنهم من قال لا يدخل الجنة نمام على ظاهره، وأنه لا يدخل الجنة فعلا لأنه كافر، وهو مذهب من يقول بأن مرتكب الكبيرة كافر إذا مات وهو لم يمت عن ذنبه، فمن مات ولم يتب عن ذنبه من أهل الكبائر فإنه يعتبر كافرا. وهذا هو مذهب الخوارج الذين حاربهم، خرجوا على سيدنا وإمامنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحاربهم وحاربوه وخرجوا عن إمرته وسلطانه بعد أن كانوا تحت لوائه، أضلهم الله وأعمى أبصارهم واتهموه وتكلموا فيه ما لا ينبغي بعد حبهم الشديد الذي كانوا عليهم لعائن الله. فهؤلاء يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، ويستدلون بكثير من ظواهر الأحاديث الواردة ولا حاجة للإطالة بذكرهم، فقد سبق الكلام عليهم في كتاب الإيمان. وقول آخر رابع وهو أنهم لا يدخل الجنة يعني ويبقى بين الجنة والنار، وهو مذهب المعتزلة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة الذي مات وهو مرتكب لها من غير أن يتوب إلى الله في مرتبة بين المرتبتين ليس بمؤمن وليس بكافر، فلا يكون في جنة ولا يكون في نار، وإنما يكون بين الجنة والنار. قالوا هؤلاء محلهم فيما يسمى بالأعراف، وعلى الأعراف رجال، فقالوا هم أهل الأعراف. وهذا كله يعني هذان القولان باطلان مردودان، وهو الصواب هو ما ذهب ما قلناه لكم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم. فإنه ما عندنا شيء مرتبة بين مرتبتين، ولا عندنا قول بأن مرتكب الكبيرة كافر، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في كتابه العزيز نصا بيانا قطعا لا إشكال فيه ولا ريب ولا استثناء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما يبقى بعد ذلك كلام لمعترض أو لمتكلم. وتنفي هذه الآية كل ما جاء من الأخبار أو لا بد من تأويلها، لأني ذكرت لكم قبل هذا أن النصوص الإسلامية القرآنية والحديثية واحدة ما فيها تعارض، فإذا جاء تعارض لا بد أن يكون هناك
تناسق وتأويل وتخريج وتفنيد، إما بحمل هذا على وجه أو حمل هذا على وجه، أو تخصيص هذا بهذا أو هذا بهذا، أو بحمل أو قول، أي قول من التأويلات كما هو معلوم عند في محله لا بد منه. ما يمكن أن يكون هذا في تعارض، فالآيات التي جاءت في أن يدخل الجنة كذا وكذا 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 وكذا، وإن فعل وإن فعل وإن فعل، وأحاديث فيها لا يدخل الجنة هؤلاء ولا يدخلونها ولا ينزلونها بل يدخلون النار، في الظاهر في تعارض في الظاهر، لكن عند رؤيتها ومعرفة الأدلة والقرائن والنصوص التي جاءت وما قاله العلماء رضي الله تعالى عنهم، هذا لا شك ولا ريب أنه ينجلي به الإشكال ويزول به الظلام، وتبقى النصوص متحدة متناسقة متناسبة كما هو ظاهر وكما هو بين. رضي الله تعالى عن ساداتنا العلماء، وما أنا إلا ناقل لكم ما قالوه رضي الله عنهم، ونحن على موائدهم وعلى بركاتهم ونفحاتهم رضي الله تعالى عنهم. هم أئمتنا وساداتنا من أهل السنة والجماعة الذين بيّنوا هذه الحقائق وذكروا هذا الباب، كالإمام مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب في مسائل الظواهر النصوص، وممن جمع بين الأحاديث وبين التناسب وكيف يكفر هذا وكيف يخرج هذا عن الملة، وهذا يقال له كذا وهذا يقال له كذا، كل هذا فصلوا رضي الله تعالى عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، والنمام والقتات بمعنى واحد، هذا نمام وهذا قتات، والحديث جاء بلفظ آخر لا يدخل الجنة قتات، وبينا لكم ما جاء فيه من كلام العلماء. واعلم أن النميمة لا شك أنها من أعظم المفاسد الخبيثة، لأنها نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، لذلك العلماء قالوا لا بد من أن تقول نقل الكلام على جهة الإفساد، ما تقول نقل الكلام وتسكت، لأن أحيانا ينقل الإنسان الكلام بين الناس على جهة الإصلاح. وكم نقل الناس، كم نقل الكلام بين الطرفين على جهة الإصلاح، فأصلحوا به بين بين قبيلتين وبين بيتين وبين شخصين دامت بينهم العداوة والقطيعة سنوات كثيرة، لكن جاء واحد فأوصل كلاما إلى هنا وكلاما إلى هنا على جهة الإصلاح فانصلح الحال. إذا لابد أن نقول هي نقل الكلام على جهة الإفساد، أما على جهة الإصلاح فنقل الكلام محبوب ومطلوب. وأظن ذكرت لكم قصة بين بيتين في مكة قديمة كبيرة، ما يحتاج أذكر لكم أسماءهم، معروفين كثير من أهل من الحاضرين يعرفونهم، وقعت بينهم فتنة في المحاكم استمرت 10 أيام 10 سنوات، ودخل فيها العلماء بالإصلاح، منهم أبوي السيد علوي مالكي، يقول لي أبوي رحمة الله عليه: تعرف يا فلان أن هؤلاء عجز العلماء عن الإصلاح بينهم، لكن من أصلح بينهم؟ أصلح بينهم واحد من بيت قملو حلاق، ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، يحلق الرؤوس، حلاق في سوق الصغير يحلق، أصلح بين بيتين كبيرين عظيمين دامت بينهم القطيعة سنوات عديدة. جاء واحد من أولئك يحلق عنده، وهو بيحلق صار كأنه يعني سوى نفسه إنه يبكي أو شو، صار ينزل دموعه على رأسه، قال له هذا إيش بكيت بتكب علي موية، ولا قال تقاب يرهش، قال له أنس جاء حلق عندي أخوك ولا ولد عمك اللي هو أخوك كبير، وانجرح رأسه من شدة البكاء. ليه؟ قال يعني يتأسف على حاله ويقول أنا بدي أموت بكرة، والدكتور قال له إنه عندك مرض تبى تموت بعد شهرين، وأنا كيف أخرج من الدكتور؟ ولا شافه ولا جاله ولا كله، وصار هذا بالله صحيح؟ إيه والله، قال له الدكتور أنت الحين بعد شهرين ثلاثة يمكن يعني ما تغلق السنة هذه كمان، لأنه عندك مرض بطال والعياذ بالله، وقال أنا كيف الحين أخرج من الدنيا وهذا أخويا مقاطعني ومهاجرني. هذا الحلال، بس هذاك الرجل كذلك راح قبل ما يجي هذا، راح هو أظن زار الثاني هذاك، يعني سوى ترتيب كذا، وقال له كان أخوك أمس يحلق عندنا، وقال كذا يا شيخ، قال له هيا بالله أجمع بيننا، أنا والله كمان أنا هو ذاك الظاهر إنه ذاك يبغى الصلح، هو العكس هذا اللي حلق رأسه، يعني هذا العكس هو اللي بركة ما جرحه، العكس ده اللي كان شديد ومعقد هو أخوه هذا، وأما ذاك الظاهر إنه كان قريب للخير. فانظر يا أخي، المسألة ما هي بالوجاهة ولا هي بالغنى ولا هي بالكبر والمنصب، حلاب من العوام
أصلح بين بيتين عظيمين كبيرين جرت بينهم القطيعة وجرى بينهم المهاجرة سنوات عديدة، لكن بنية الصالحة نقل كلام من هنا ونقل كلام من هنا وقال لي هذا كذا وقال لي هذا كذا، يعني هذا في اللغة يدخل تحت النميمة، لكن نقل الكلام على جهة الخير على جهة الإصلاح. وكم من واحد نقل كلام بين طريقين أو بين فريقين لا على جهة النميمة الإصلاح بل على جهة الإفساد فحصل به فساد كبير. وقد يكون نقل الكلام بين الطرفين على جهة النصر للمسلمين كما يحصل في الخداع وكما يحصل فيما يفعله المسلمون وقد أباحه الإسلام بقولها الحرب خدعة أو خدعة كما جاء في الحديث، فهذا نقل الكلام بين طرفين لكن لأجل المصلحة لأجل الدعوة لأجل الخير لأجل الهداية لأجل الإرشاد، فهذا كله لا شيء فيه بل هو مبروك ومحبوب ومطلوب. قال لا يدخل الجنة نمام. نعم. وحدثنا حدثنا أبو بعد يا أخي بعد علي بن حجر رضي الله عنكم وفيه لي حدثنا أبو بعري بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاءٌ وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له أحبرنا ابن مصير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فقد تات. قال إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أو نمام كما تقدم، يعني هذا كان يؤذي المسلمين يؤذي الناس بأن يرفع ما يجري بينهم إلى السلطان من غير تكليف، أما إذا كان مكلفا بذلك وموظفا مأجورا عليه فهذا له بحث آخر وله مباحث أخرى ومسائل أخرى، وأما هذا متبرع من عنده فهذا المتبرع على جهة الإفساد وعلى جهة أنه يعني يريد أن يتخذ يدا عند السلطان بأن يشتكي فلان وأن يتكلم عن فلان وأن يخبر عما يجري بين بني فلان، هذا كله داخل في هذا الحديث وفي هذا القدر كفاية لمن حفته العناية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الغيبة والنميمة وأن يحفظ أعيننا من ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يجعلنا من المقبولين وأن يحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Thank you.
يصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام شاهدا ومبشرا ونذيرا سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا الكافرين والمنافقين
وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. آمنا وقبلنا بشرك.